فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يشمع الناس في الصعيد فمنهم شقي وسعيد، قوم قامت قيامتهم فهم في نزهة وعيد، وقوم حل بهم البلاء فهم في زجر ووعيد. إن للقرآن مواعظ تزيب الحديد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحال هذه الدعوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ محمود كمال النجار القارئ والمقيم البيضاء أمين أمين. إخوة الإيمان والإسلام، لقد اعتذر اليوم فضيلة القارئ العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير قارئ إذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشيخ محمد أنور لبعد المسافة بينه وبين هذا المكان. واعتذر أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشيخ محمد أنور على أن يأتي غدا كل منهما ليقدم العزاء للأخ الحبيب الحاج محمد سلام وأصحابه الكريم. أشكر كل السادة الضراف معنا في هذه الليلة الذين حضروا وقدموا العزاء للأسرة الكريمة، وأشكر كل السادة السلوك معنا المتواجدين منذ بداية هذا المحفل القرآني الكبير. إخوة الإيمان والإسلام، أرى خلفي قد صعد منصة القراءة علم أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وجاء أيضا ليقدم العزاء للأسرة الكريمة. وكما وعدت حضراتكم أننا في هذه الليلة ما زال معنا العديد والعديد من السادة الصلاح، وربما يأتي إلينا مزيد في هذه الليلة، فلا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، فالليلة ممتدة حتى مطلع الفجر بمشيئة الله تبارك وتعالى. أرى خلفي قد صعد منصة الصلاة ليتهيأ للقراءة العلم على القرآني والعلم على الإذاعي الكبير فضيلة القارئ أحمد الشحات نشيد القارئ المعروف والعلم على القرآني الكبير والمقيم بدين قمر، ومعنا أيضا علم أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن قارئ إذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببحر باي والكزازين تلاوة لفضيلة القارئ أحمد الشحات نشيد. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والقوة والحضرات والحسنى المسلمة. يلا والله كفايه كده خلاص بقى اهو رافع رافع نعم ارميها واجيب لك واحده ماشي يا عم تمام فرما صاحبه اعمل انت عايزه اشيل لك واحده مكسه سيبه قول له عايز يقول قول بص يا عم اسلام انت تخش اسلام يا مولانا الله ينور عليك يا عم الحاج ما شاء الله عليك حاجة بقى نام نام صوت احنا مع بعض اللي جابك الوعي والله اللي جابك الوعي عايزين نسمع الملعب فاضي ليك اهو انا ماشي اهو بسم الله الرحمن الرحيم. جيت لك ابو رشيد تعالى يا سيد رشيد يا أيها الذين Oh, my God.
مولانا احمد عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخي لكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله. سلام يا حبيبي. يا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون وغفر لنا يقولون ربنا عليك يا مولانا القرآن العلم افتح عليك يا عم الشيخ احمد افتح عليك يا ايها الذين النبي اللي جابك هنا واعي والله Oh,
سار ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. الله أكبر. تعالت يا مولانا. يا صوت يعلو فهو صوت رأفت يا أخي. ويغفر لكم الجنة. انت بتقرا المدرسه غالي يا عم. ويزكي لكم جنات تجري من تحتها. هو دي الخلاصة. عليك يا ابو لشين. وفي سلمى
عليك. يا من أتحت عمدني من عبادنا وصلت تقطت بكلمات عربيها وقلوبها. ايوه يا عم. وصلت تقطت بكلمات